معكم كويزين دو شازان، ان شاء الله راكم بخير. اليوم ان شاء الله عندي لكم لو فامو غاتو اوبيرا. سي ان غاتو كلاسيك دو لا باتيسري فرونسيز. نعطيكم نبدا تاريخي عليه، مليح كي نديروا حاجه نعرفوا شكون اللي سبق دارها ولا وين دارت وقتاش. Donc c'est un gâteau qui a été inventé par le pâtissier Cyriac Gavillon en 1955. Il dirigeait la maison de pâtisserie, une grande pâtisserie marofa, ou la maison d'Aloyo. Donc on a un gâteau qui confie toutes les saveurs, le café, les amandes, le loz, le beurre. درنا هاد الكاطو صافي من 1955 رانا اون سو ريغال به. دونك نجوزو ان شاء الله هاد المده التاريخيه تفيدكم احبائي. نجوزو المقادير، انا بالنسبه ليا حنخدم افيك هاد الاطار اللي فيه 21 على 21 سنتيمتر. دونك المقادير هي كالتالي، هنا عندي 130 غرام تاع لابيتا، يعني هاد المقادير تاع البسكوي جوكوند. البسكوي جوكوند يعني هي تقريبا تشبه لا جينواز، برك الي كيما حنا نقولوا فريمون بلان داموند، يعني فيها بزاف لا سافور تاع اللوز. عندي 130 غرام تاع اللوز محمص ومرحي، عندي هنا 140 غرام تاع سكر غلاس، سكر غلاس 140 غرام. هنا عندي 30 غرام، 30 غرام فارين فارينا، 30 غرام 30 غرام سكر سكر. هنا عندي 5 حبات ولاد الدجاج، يعني 5 او اونتي. وهنا عندي 4 بياض بيض اللي هما 4 بلون اونتي اللي درت لهم رشه تاع ملح. نجوزو للبسكوي ديالنا، نخلطو قبل سكر غلاس تاعنا مع لا بودر داموند، بودره اللوز، فوالا نخلطوهم هذا الخليط، نزيدو الاولاد الدجاج اونتي. دونك هذا باتور الكتريك، نخلط الميلون. هنا راني طلعت الدجاج مع السكر كلاص واللوز. دوق عفوا نسيت نقولكم بلي في المقادير تاني كاين 30 غرام تاع زبده اللي ذوبتها وبارده. فوالا دونك 30 30 30 نفس الوزن. هنا دوق واش نديرو، عندي هنايا لي 4 بلون تاعي درت لهم قريصه ملح، دوق نبدا نطلع فيهم حتى يولوا اون بلون ناج. اونتخ طون اكو عارفين، يعني تعرفوا سي كلاسيك، هاد 30 غرام تاع السكر ندخلها على تلت دفعات. راني ضربت كي يلحقوا لهاد القوام نبدا نضيف في السكر تاعي على تلت دفعات غير بالعقل. بسم الله سي بون، لا مورينغ تاعنا راهي واجده، هاي لي كيما تشوفوا ها ما طيحش، هاي بيان فيرم. دونك هنا نجي نضيف 30 غرام تاعي تاع لافارين، بسم الله مع الاولاد من ياخي نقولكم حركوا هكا باش ما طيش لافارين. بعدا نعمل بروسيدور كيما درت لكم لا ديرنيير فوا لا جينواز في اللاير كيك، ندخلوا دوق هاد البياض البيض على دفعات صغيره. صح شوفوا كيفاش نديرو، انا رميت هنايا لو بلون دوف من التحت للفوق، شوفوا يدي يعني وريت لكم تاع جينواز بصح معليش نعاود لكم من التحت مام هكا الى ما واساش قصروه غير هكا بالعقل، بصح ومن بعدا من التحت للفوق اون غابا دو با فير لو، هذا هو. دونك نكمل نواسي كاع لو بلون لي قعد هنا. سي بون راني كملت كاع لو بلون دوف، بياض البيض دخلتو في الخليط تاعي كيما كنتو تشوفو غير بالعقل. دوق هاديك 30 غرام تاع زبده بارده ودايبه نضيفوها تاني لا ميم، بسم الله لا ميم بروسيدور اون غابا دو با فير لو، يتسمى المغرفه تاعنا من تحت للفوق. هنايا حطيت لا بروميير بارتي تاع لو ميلونج تاعي، سييت نديرو على حسابها ابوبخي على حساب المول باش ما يكونوش عندي لي شوت. دوق انا هاد الخليط هذا هاد لو ميلونج نطيبو اون 3 بارتي باش نتحصل على 3 شرائح تاع بسكوي جوكوند. النار بيان سور لو فور راني سخنتو من قبل كي كنت مبريباري ديجا، واحد درت الفور يسخن. دوق هذا يطيب على نار متوسطه حتى يدي اون بيل دورور. بسكوي جوكوند تاعنا كيما كتشوفو خليتو دا هاد الاحمرار الخفيف، ما تخلوش يتحرق بزاف.
وباش تنحوه ما تخلوش حتى يبرد تماما على لو بابي كويسون باسكو شغل يفا ترانسبيري عليه يعرق عليه ويشد دونك نحوه ديفيسيلمون. نعطيكم استوس يعني مالغري سا بصح يشد شويه ما تتعفروش معاه بزاف باسكو شوفوا انا واش صرا لي في هذه كي انسيستيت دونك جيبوا بوانيار يكون هكا موس يكون طويل هكا حاد وتجوزوا من تحت وراكو ديروا هكا غير بالعقل كانكم راكو حتقطعوا طرونش ديسكالوب ولا يعني فو فات سا سوا سوا مع الورقه حتى تتنحى لكم فوالا باسكو سي ان بيسكوي كي فريمون تري فراجيل روحوا معاه غير بالعقل. بور لو سيرو كافي شراب السكر هنا استعملت 4 ساشيات نسكافي درت لهم كاس معمر تاع ماء وكاس موان دو دوا دو سكر وحطيتهم على نار عاليه طابو من 8 ل 10 دقائق بيان سور نستعملوه بعد ما يبرد باش نشمخو به لو بيسكوي جو. دوك نحضروا كيف كيف لا كريم او بور لهذيك لا كريم او بور نسحق هنا 4 جون دوف صفار البيض اللي نحيناه من قبل وخدمناه بالبلون دوف تاعو نسحق لهنايا كيما راكم تشوفوا 4 كاس هنايا بور لو سيرو هاد الصفار لازم نطيبوه بلو سيرو ولو سيرو اللي حضرته لكم لا مورينغ ايطاليان لا تارت او سيترون اكو تسيبوا لو في القناه هنا عندي هاد الكاس راكم تشوفونا معمر بالماء 4 كاس وهنايا عندي نص كاس سكر دوك انايا نطيب لو سيرو تاعي حتى يلحق 118 درجه وريت لكم لي زاستوس كيفاش نديرو وبيان سور هاد لا كريم او بور نسحق لها 200 غرام تاع زبده واني حنبارفوميها بالبراليني فوالا اللي خدمناه كيف كيف والوصفه راهي في القناه. كريمه الزبده لو سيرو تاعي راه وجد دوك نحبطو اون فيلي شغل خيط على صفار ديالي تاع الدجاج نوري على فيتاس مويان مع الاول هنا شوفوا لو جون دوف كيفاش الى دوبلي دو فوليوم راني طلعتو لازم حتى كي تمسو هنايا لا كوف تاعكم تصيبوها بردت باش هنا نبدا ندخل الزبده تاعي لا تمبيراتور امبيونت تسمى كيما تشروها خلوها برا ما تدخلوهاش في فريجيدير. هنا عندي عفوا ماشي 200 غرام زبده 250 لابواط يعني فيها 250 ونبدا نطلع مع لو جون دوف حتى نكمل كاع لو بور ديالي. هنا لا كريم او بور طلعت لي هاي شابه هايله درت لها هنايا مغرفه الاولانيه تاع لو براليني هاولي كيما راكم تشوفوا الوصفه راهي في القناه وهنايا راني زدت المغرفه هذاك النص الاخر دونك فوالا ونكمل شوفوا كريم او بور تاعنا راني نحضر فلاغاناش ذوبت 160 غرام تاع شوكولا هذيك اللي تتباع انا استعملت ماكسون فوالا ودرت لها باطا تاع 200 غرام تسمى اون بواط تاع بالطوش كما تعرفوا ما فين نخدم بها دوق نحركوها وبلا ما تخلوها يعني تبات وكامله سي جوست كون ميلونجي انا هنا شوفوا باسكو لو طون جيت باش نفيلمي شغل جمدت لي شويه الشوكولا دوق نعاود نردها هادي ستوناستوس الا شتوها هكا جمدت لكم هنا الشوكولا عاودوا جوست ردوها سوغ لو باماري تعاود تطلق روحها هايلي كيما شفتوا لاستوس يعني باسكو لو فاتي في ان بو فري اليوم وتاني رحت لو طون باش نكاميري عاود جمد كلش دونك عاودوا ردوا في الباماري سي بون هايلي كيعاود تلقط روحها باش ما يقعدوليش هذوك لي غرانولي اللي تسمى الحبيبات اي ريزيرفي دو كوتي ونكملوا بقية الوصفة. لا كريم او بور بارفومي و براليني وجدت لا غاناش تاعي وجدت وهنايا لازم نديرو الطبقة المقرمشة سي اون فادير لا بارتي كروستيونت تاع لوبيرا تاعنا اللي هي عبارة عن فايتين لا غوسيت راهي في القناة سي بوغ سا انا وجدتهولكم من قبل باش ندير لكم هاد الكاطو تاع لوبيرا بلي كلش مخدوم في الدار هاد لا فايتين نخلطو لها كمية من لو براليني فوالا بسم الله
شغل على بالكم البنه ولو كروستيون راهو كاع هنا. وشنو كي نحركو؟ حركو بالعقل باش ما تكسروش لا فيتين تاعكم. داكوغ. الان واخيرا نبداو المونتاج تاع الكاتو تاعنا لوبيرا. دونك هنايا انا باش يجيني نفس المقاس نحكم هذا لومبورت بياس تاعي الكاريه و بها لي اني رايحه نقيس ونحي ومن بعد كاع هاد الاطراف. الان بالنسبه للبسكوي جوكون تاعنا دونك نسيو نحو هاد الاطراف بعد ما قسمت لو بسكوي بالاطار. هنايا قلبوه ديليكاتمون. بون هادي ولوز ما ترحاتش معليش نخلوها. وهنا واش نديرو؟ الاطار الاول ندهنوه بسم الله بالشوكولا باش كي نبيبيوه بالسيغو تاع القهوه ما يسيحناش من تحت. تما شغل هادي سي اون اون فا دير اون بروتيكسيون. هاد السطح الاولاني تاع الشوكولا. هاد الشوكولا نديروها غير لا بروميير بارتي اللي تكون من تحت. نكملو نحطوه شويه في المجمد كونجيلاتور بوغ الي فيت. قيس برك ما الشوكولا تجمد وتشد روحها. جمدتنا الشوكولا دوك ندورو غير بالعقل هاديك بسم الله وننبيبيو لا جوكون تاعنا بسيرو تاع القهوه نشربوها بيان. عفوا نسيت نحط الاطار. هاوليك الاطار بعد ما غلفتو مليح جي ام بي بي لا بروميير بارتي بالقهوه. دوك حطيت الطبقه الاولى تاع براليني فايتين الطبقه المقرمشه لا بارتي كروستيونت. دوك انايا نسويها كامله على هذا السطح نخليها تبرد شويه باش تقدر تشد فوقها لا كرانولا. هاي ليك بعد ما شدت شويه روحها لا بارتي كروستيون تاعنا براليني فايتين. دوكا نجو شوفو مازالها كاين الزبده يشبه. نجو نديرو لا كريم او بور كون فا ايتالي كاع كيما درنا بور لا بروميير بارتي. دوكا انا نسوي السطح. الطبقه تاع كريمه الزبده تاعنا لا كريم او بور سي بون راني درتها. دوك هنا نجو بالعقل علاش هذايا ماهوش حيبان الطبقه هاد الوسطانيه ليسونسيال. الطبقه الفوقانيه لازم تخلوها شابه هايليك. دوك انا لا ميم بروسيدور جو في لامبيبي بالسيغو كامله تاع القهوه. هنا بعد ما شربت البسكوي درت الطبقه تاع الكاناش تاعي. دوك نزيد الطبقه الاخيره تاع البسكوي وسيو كيفاش تضغطوا شويه باش يخرج كاع هذاك الهواء. فوالا بسم الله ونزيدو تاني نشربو جو في لامبيبي بالكافي سيغو تاعي تاع القهوه. شربو به فوالا. هنا راني تاكدت راني ضغطت بيان يعني باسكو شوفوا شويه فراجيل هاد لو بيسكوي غير بالعقل روحو معاه. لو طون نغسل يدي تو جو في امبيبي دو كافي ونكملو ليتا لا ديرنيير ايتاب تاع لو. الوغ ابري لا غاناش لو بيسكوي زدنا شربناه بالسيغو تاعنا تاع لو كافي تاع القهوه وكملنا لا كريم او بور اللي قعدت باش نقول لكم المقادير. الان سي بون كملت لا جين بلوتو لا جوكوند هذيك حطيتها زدت شربتها بالقهوه وغلفتها بكلمه الزبده اللي قعدت. المقادير اللي عطيتها لكم مضبوطه مش ما قعد لي والو ابار سيغو اللي قعد لي منه شويه. دوك واش ندير؟ نغلف هنا من الفوق نغطيها بهاد لو فيلم اليمونتير ونحطها ليله كامله في الفريجيدير في التلاجة باش غدا ان شاء الله نكملو الطبقة الأخيرة اللي هي الشوكولا ونكملو لا ديكوراسيون تاع لو جاتو. بعد ما باتت الجاتو تاعي اوبيرا في الفريجيدير ليلة كاملة دوبت ابوبخي واحد 170 غرام تاع الشوكولا سوداء. انا شريت امباسادور نوار 70% مليحة في الحق يعني لا سافور تاعها ان كاكاو اللي تري انتونس. درت لها شوية زيت للمعان واني دوقا درتها هنا فوق السطح. دوقا هاكا نواسي وغير بالعقل حتى نسوي كامله الشوكولا تاعي ونردها للفريجيدير لو طون الشوكولا يشد روحو. لو فامو اونترمي اوبيرا سي بون كملتو كيما راكو تشوفو. بعد ما نشفت الطبقه تاعنا تاع لو شوكولا انا طليتها بوسمو بالناكري دوري وبالشوكولا بلون كتبت اوبيرا كلكو فوي دور غير جوست يعني هو ستان غاتو لي ما فيش ما يحبش بزاف لا ديكوراسيون
جوست هاد الكتيبة. وعن نبدأ تاريخية تاني نعطيها لكم. الاسم تاع أوبرا أعطتولو لفام تاع هدايا سيرياك غافيان هي أندري، أعطتو أوماج لأوبرا اللي كان قدامهم، كانوا يجو لي دانسوز تماتيك دوبرا لي شانتوز دوبرا، دارت لهم أوماج وسماو لو غاتو عليهم. كيما راكو تشوفوا الطبقات تاعنا راهم باينين، لا كريم او بور، لا غاناش، لو كرو كونفيتين براليني بلس لو بسكوي جوغوند. ان شاء الله نتمنى تجربوه، باسكو انا حبيت نقول لكم انا ما درتش لا باتيسري، ما قريت في حتى مدرسه، ما قريت حتى عند شيف، يعني تعلمت وحدي كيما يقولوا دون لو تا. دونك تقدروا ديروه ومشي واعر، تبعوا الوصفه وان شاء الله يا ربي تنجحوا فيها. وتخلوا لي كومنت لايك اند شير هاميك باش انا وريت لكم كامله لو غاتو كيفاش خرج لنا. فوالا مي شير زابوني، كنتو مع كويزين دو شيزا. ان شاء الله نتلاقاو عند قريب في فيديو اخر وغسات اخرى. يا منعش، مع السلامه.